أكرم يلا بك. حياكم الله أعزائنا المتابعين في برنامج فرصة. اسمه حلو فرصة، يعني أفهم منك أني أعطي فرصة للمشاهدين. نريد ملخص الفكرة، نريد أن نعطي الآخرين فرصة. المشاركات تكون إطار الحلقة، نسمع المشاركات ونستمتع الحقيقة. وش هالطلعة الزينة. الله يحييكم يا جمهورنا الكريم. معنا اتصال. احنا اثنين، الله يجزاك خير، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. جزاك الله خير، لا تنساني موجود أنا. العبادات في شهر رمضان احنا فرصة، لكن ما زال بقية السنة فيهم الخير الكثير. السلام عليكم أخ أنس. يقولون أهل البادية المهلي ما يولي. فما استطعنا الإصلاح بينهم إلى الآن. خرج زعلان. أخوي أنس لاحظ العداء، ترى الآن الوقت سينتهي. ورفض أبوها بحجة ولد عمها يبغاها. راح نسمع مشاركاتكم ونفرح بسمع صوتكم. وبإذن الله نستفيد من المواقف التي تحفون بها. ونستلهم من قصصكم وتجاربكم. بانتظاركم. وحنا كمان ننتظركم. انتظرونا وننتظركم. ننتظر